بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 175. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. انتهينا في الحلقة الماضية إلى ما ذكره الشيخ المؤلف رحمه الله في التمسح بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم حين كان المنبر ذاته موجودا وبالرمانة، وما نقل عن ابن المسيب وأحمد في ذلك. قال هنا: فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، ولم يرخصوا في التمسح بقبره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عندنا قاعدة في مسألة التبرك، وهي أن ما انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم من عرق أو ريق أو شعر فإنه يتمسح به ويتبرك به، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم من ثوب أو عباءة أو لباس أو ما جلس عليه ولامس جسمه، فالمنبر جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولامس جسمه، ففيه شيء من آثاره صلى الله عليه وسلم، فهذا يتبرك به لأنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي لامست جسمه الشريف. وهذا كما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه قد زال هذا المنبر، وهذا وجه قول الإمام أحمد أنه رخص في التبرك والتمسح بمنبر الرسول ورمانته لأنها لامست جسمه الشريف، فلو بقيت على هذا لا بأس، لكنها زالت وغير المنبر عدة مرات وجلب له منابر من عدة جهات من السلاطين، فلم يبقى هذا الشيء. وأما التبرك بآثار الصالحين بشعرهم أو بريقهم أو من فصل من أجسامهم أو ما لامس أجسامهم فهذا غير مشروع، لأنهم لم يكونوا يتبركون بآثار أبي بكر الصديق وهو أفضل الأمة بعد نبيها، ما كانوا يتبركون بريقه ولا بشعره ولا بثوبه، كما ولم يكونوا يفعلون هذا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم من الأئمة، ما كانوا يتبركون إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي انفصلت من جسمها ولامست جسمه الشريف. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهر. وضع يده على قبره يدعو له، ما وضع على قبره يتبرك به، وإنما يدعو له يشير إليه، هذا كالإشارة، كما لو دعوت لشخص وأشرت إليه: اللهم اغفر لهذا، اللهم ارحم هذا، أو وضعت يدك عليه حينما ترقيه، أليس الراقي يضع يده على المرقي؟ نعم، بلى، هذا منه. نعم. وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر. نعم، إذا كان الإمام أحمد تسامح في هذا فمالك وهو زميله وشيخه أيضا وقبله ما منع هذا، فالمسألة اجتهادية، لكن كما ذكرنا القاعدة السابقة، هذه قاعدة نافعة ذكرها أهل العلم، وهي تفصل بين ما كان مشروعا وما كان غير مشروع وممنوع. نعم. فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رخص فيه. هذا الذي قلناه سابقا وكررنا،
أن المنبر الذي كان يرقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس عليه ورقى عليه خلفاؤه من بعده أنه قد زال واحترق، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم منع الفتنة بذلك. نعم. فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو تمسحه بمقعده صلى الله عليه وسلم، مقعده ما لامس جسمه الشريف، وهذا زال واحترق. نعم. وروى الأثرم بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. كما سبق أن ابن عمر إذا قدم من سفر فإنه يأتي ويسلم على الرسول وعلى صاحبيه ثم ينصرف، ما كان يجلس، ما كان يستقبل القبور يدعو، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء. نعم. أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك، متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. نعم. أما قصد القبور قبر النبي وصاحبيه لأجل الدعاء عندها واعتقاد أن ذلك فيه فضل وأنه أقرب للإجابة، فهذا شرع دين لم يأذن به الله عز وجل، فإن الله لم يشرع اتخاذ القبور للدعاء أو للصلاة عندها أو التبرك بها، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم. كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن بن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التابعي وأعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهم الحجرة النبوية نسبا ومكانا. نعم. أنكر علي بن الحسين والحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أنكر على الرجل الذي يأتي إلى فرجة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عندها، فلما رأوه يكرر ذلك دعوه، كل واحد منهم دعاه على حدة، قالوا له: لما تفعل هذا؟ قال: آتي لأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: لا تفعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال له الحسن ابن الحسن: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، مع أن هذين الرجلين من سلالة ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من سلالة الحسن والحسين ابني فاطمة رضي الله عنها، فجاءت هذه السنة عن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس إليه نسبا ومكانا، يعني أقرب الناس إليه مكانا ونسبا، أنكر على من يتردد على القبر، فدل هذا على الرد على من يغلون في أهل البيت من الرافضة وغيرهم، ومن الأئمة الاثني عشر الذين يغلون فيهم، هؤلاء من الأئمة الاثني عشر، ومع هذا أنكروا هذا الشيء. نعم. وذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة. هذا كما سبق عن أحمد رحمه الله أنه يقول: من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو فإن هذا شيء زائد عن السلام وعن الزيارة، فلينصرف وليجعل الحجرة عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو. نعم. وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي. نعم. أنكر هذا الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، والحمد لله، فدل هذا على أنه غير مشروع وغير مأذون به. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لا وما أحفظ لا عن صاحب ولا تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد من ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف هذا الكتاب، وهو إمام جليل ومطلع وراوي للأحاديث وحافظ من الحفاظ، يقول: لم يبلغني ولم أروي شيئا عن الرسول ولا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام متبع أنهم رأوا مشروعية الدعاء عند القبور. فهذا إجماع، هذا حكاية للإجماع،
على أنه لا يدعى عند القبور، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم. وكذلك الذين صنفوا في الأدعية من الأئمة كالإمام النووي وغيره الذين صنفوا في الأدعية، وكذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه في الأدعية، وكذلك الإمام ابن القيم، كلهم صنفوا في الأدعية ولم يذكروا شيئا من هذه الأمور. نعم. قال: فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به؟ كيف أن الأئمة ومن قبلهم الصحابة المهاجرون والأنصار في مختلف العصور وهذه كتبهم المؤلفة في الدعاء والأدعية ليس فيها شيء من الدعاء عند القبور؟ فدل هذا على إجماع الأمة على أنه لا يجوز الدعاء عند القبور، والحمد لله، والإجماع حجة قاطعة. لو كان شيء وارد من هذا لما فات على هؤلاء الأئمة. نعم. قال رحمه الله: نعم، صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض الناس فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان يدعى عند قبره ونحو ذلك، والإنكار على من يقول ويأمر به كائنا من كان، فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدا في هذه المسألة أو مقلدا فيعفو الله عنه. إنما كان عند المتأخرين الذين لا يحتجوا بكلامهم وليس لهم سلف في هذا من يذكر شيئا من الدعاء عند القبور وأن له فضلا، وهؤلاء لا عبرة بكلامهم لأنهم مسبوقون بالإجماع ممن قبلهم على أنه لا يشرع الدعاء عند القبور، فينكر عليهم بهذا الشيء، أن هذا شيء أحدثوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولعلهم قلد بعضهم بعضا فأحدثوا وكتبوا الدعاء عند القبور في مؤلفاتهم وهم لم يسبقوا ممن قبلهم ممن هو أعلم منهم وأفضل منهم وأكثر إحاطة بالكتاب والسنة، فهم محجوجون بمن قبلهم، وما كتبوه لا يعتبر ولا يعمل به. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا، بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس: المكان الفلاني يقبل النذر. نعم. أما أننا نقول هؤلاء مبتدعة فلا يجزم بذلك، لكن يقال هؤلاء قد يكون اجتهدوا فأخطأوا، هذا إذا أحسننا فيهم الظن، وأما وإلا فالأصل أن هذا بدعة ولا يجوز هذا العمل. نعم. قال: بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس: المكان الفلاني يقبل النذر والموضع الفلاني ينذر له، ويعين نعيلا أو بئرا أو شجرة أو مغارة أو حجرا أو غير ذلك من الأوثان. نعم، هذا من جنس ما قاله بعضهم إن القبر الفلاني يقبل النذر، مع أن النذر عبادة ولا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يقبل النذر ويثيب عليه، أما المكان الفلاني أو الميت فهو ليس مشرعا ولا ليس له من النذر عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا قولهم إنه يشرع الدعاء عند قبر فلان أو عند مكان فلان، هذا من جنس قولهم إن المكان الفلاني يقبل النذر، أو أن الدعاء في المكان الفلاني يقبل عند الله، أو غير ذلك من الشبه التي لا يعول عليها وليست حجة. نعم. فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين فكذلك القول الأول. نعم. ولم قال رحمه الله: ولم يبلغني إلى الساعة عن أحد من السلف رخصة في ذلك. نعم، كما سبق أنه لم يطلع على حديث ولا على قول إمام ولا على قول عالم ممن سبقوا أنه رأى مشروعية الدعاء عند القبور، مع
إلمامه وكثرة اطلاعه، ويقول لم يبلغني الساعة، ويعني وقت تأليف هذا الكتاب لم يبلغه شيء من ذلك، فهذا دليل على أن هذا لا أصل له. نعم. قال رحمه الله: إلا ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. قال ابن أبي فديك: وأخبرني عمر بن حفص بن أبي أن ابن أبي مليكة كان يقول: من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه. قال ابن أبي فديك: وسمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال: صلى الله عليك يا محمد، حتى يقولها 70 مرة، ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة. قال رحمه الله: فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر، ولا حجة فيه لوجوه. أحدها أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول، وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف، ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا. وابن أبي فديك متأخر في حدود 100 الثانية، ليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة. وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقلوا شيئا من ذلك. ومما يضعفه أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، فكيف يكون من صلى عليه 70 مرة جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة؟ وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب. والثاني من وجوه بطلانه أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة، كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج، وليس هذا مسألتنا، فإنا قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا، كما ذكره بعض العلماء مع ما في ذلك من النزاع. مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء وهو أصح، وإنما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداء، كما أن من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك، أو توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك، ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد فنهي عن هذا التخصيص. الثالث من وجوه بطلانه وأنه لا حجة فيه أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه وآخره من أقوى الأسباب التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء، كما جاءت به الآثار، مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يروى موقوفا ومرفوعا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي. نعم، انتهت الوجوه. نعم نعم. أولا عندنا قاعدة، أن كل ما روي في خصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه، لأنه إما ضعيف شديد الضعف وإما موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كما نبه على ذلك الأئمة الحفاظ كابن حجر وشيخ الإسلام بن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم. ثانيا، لو صح هذا مع ما ذكر الشيخ في سنده من الضعف الشديد، فلو صح على تقدير، فإن معناه الدعاء المشروع، وهو أنه إذا أراد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو فإنه يتنحى عن القبر ويجعله عن يساره ويتوجه إلى القبلة فيدعو، فيكون ما ورد عند ابن أبي الدنيا محمولا على هذا، يكون محمولا الدعاء الشرعي صحيح على هذا، على الدعاء الشرعي. ثالثا، قوله صلى عليه 70 ملكا، صلى عليه 70 ملكا، هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، ولم يقل صلى عليه ملك. فهذا مخالف إذن للحديث الصحيح. رابعا، أنه لا ميزة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره عن الصلاة في مشارق الأرض ومغاربها، عن الصلاة عليه في مشارق الأرض ومغاربها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم
فإن صلاتكم تبلغني. نعم. لكن الرد الأول اللي ذكرتها أنه كل ما روي فيها لا يصح. هذا معروف. نعم. الحمد لله. إذا ما ينظر إلى بقية الأفراد. لا. قال رحمه الله: وذكر محمد ابن الحسن ابن زبالة في كتاب أخبار المدينة فيما رواه عنه الزبير بن بكار روى عنه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: رأيت رجلا من أهل المدينة يقال له محمد ابن كيسان يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن جلوس مع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فيقوم عند القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يمسي، فيقول جلساء ربيعة: انظروا إلى ما يصنع هذا. فيقول: دعوه، فإنما للمرء ما نوى. ومحمد ابن الحسن هذا صاحب أخبار، وهو مضعف عند أهل الحديث كالواقدي ونحوه، لكن يستأنس ما يرويه ويعتبر به. نعم. قال: وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين، فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عندهم لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل المدينة، وإلا لو كان هذا أمرا معروفا من عمل أهل المدينة لما استغربه جلساء ربيعة وأنكروه. بل ذكر محمد بن الحسن بل ذكر محمد بن حسن لها في كتابه مع رواية ابن الزبير بن بكار ذلك عنه يدل على أنهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا العمل، وإلا لو كان هذا شائعا بينهم لما ذكر في كتاب مصنف ما يتضمن استغراب ذلك. ثم إن جلساء ربيعة وهم قوم فقهاء علماء أنكروا ذلك وربيعة أقره، فغايته أن يكون في ذلك خلاف، ولكن تعليل ربيعة له بأنه لكل امرئ ما نوى لا يقتضي إلا الإقرار على ما يكره، فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهاه، وكذلك لو أراد الصلاة في وقت نهي، وإنما الذي أراده والله أعلم أن من كان له نية صالحة أثيب على نيته وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشرع. يعني فهذا الدعاء وإن لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيته. فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أنه غير مستحب ولا خصيصة في تلك البقعة، وإنما الخير يحصل من جهة نية الداعي. ثم إن ربيعة لم ينكر عليه متابعة لجلسائه، إما لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا وعن الصلاة عنده، فإن ربيعة كما قال أحمد كان قليل العلم بالآثار، أو بلغه ذلك لكن لم يرى مثل هذا داخلا في معنى النهي، أو لأنه لم يرى هذا محرما وإنما غايته أن يكون مكروها، وإنكار المكروه ليس بفرض، أو أنه رأى أن ذلك الرجل إنما قصد السلام والدعاء جاء ضمنا وتبعا، وفي هذا نظر. نعم. خلاصة هذا أن أولا ابن زبالة هذا ليس محل ثقة. نعم. الحمد لله. فقد تكلموا فيه. ثانيا أن فعل هذا الرجل مخالف لفعل المئات من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، ما كانوا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطيلون الوقوف عنده، فعمل هذا رجل واحد مخالف لأمة ومن الصحابة والتابعين ومن تبعهم. ثالثا إقرار ربيعة له يحتمل احتمالات، أنه من باب الاجتهاد، والاجتهاد إذا حصل فيه خلاف فيؤخذ ما قام عليه الدليل، وعمل هذا الرجل لم يقم عليه دليل فيترك، أو أن ربيعة رحمه الله، وربيعة هذا هو ربيعة بن فروخ شيخ الإمام مالك، كما قال الشيخ إنه قليل العلم، كما قال الإمام أحمد إنه قليل العلم بالآثار، فلعله لم يبلغه النهي عن ذلك وعمل الصحابة وأنهم ما كانوا يقفون عند القبر ولا يتحرون الدعاء عنده. رابعا أن قول ربيعة رحمه الله هو كل لكل امرئ ما نوى أن عمله خطأ، لكن يؤجر على نيته ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، والنية غير العمل، فالعمل لا يقر، أما النية فيؤجر عليها لأنه اجتهد فأخطأ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا، كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر، ومن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك، والعمدة على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون. هذا حاصل ما ذكرناه، داخل فيما ذكرناه من الخلاصة، وهو أنه إذا اختلف العلماء فالمعتبر هو الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.